أمام بسطته الصغيرة على رصيف شارع المتنبي يقف الشاب محمود لساعات طويلة من أجل كسب قوت يومه. لا يوجد من يتحدث باسمنا أو يبحث عن حقوقنا، هكذا يشكو محمود غياب النقابات الممثلة لهم أمام الكثير من المشاكل التي يعانيها أصحاب البسطات في العراق وغياب ضمان مستقبلهم. لا ماكو أي نقابة تمثلنا، ونتمنى يعني الصراحة يعني أكو نقابة تمثل البسطيات على الأقل ولو تحكي بالنيابة عنهم. نقابة العمالة الصراحة بس نسمع بها، والمشكلة ماكو دارة وفد يعني مكان معين نروح له. النقابة المفروض يعني شو أقول لك، أسهل أكثر شيء راد يصير بالترويج، المفروض هم يجون هنا يروجون عن نفسهم حتى نعرف إنه أكو نقابة نروح نراجعها يسوي تمثلنا. وبالرغم من أن صفة شارع المتنبي ومرتادها من المثقفين تعد أقل قسوة على أصحاب البسطات من باقي أسواق العراق حيث الملاحقة الدائمة، إلا أن أصحاب البسطات هناك يشكون الكثير من المضايقات وعدم تحقيق وعود أمانة بغداد بمنحهم أكشاك رسمية تحميهم من الملاحقة. الأمين السابق سوى جنابر على أساس يوزعوها على الباعة، باعة الكتب. شو بعدين لغة يعني رأساً لغة ما أدري يعني جابوها محضروها وكملت جابوها نانا بس بعدين شو أخذوها سحبوها. طبعاً الراعي البسطية تواجه كثير مشاكل، مثلاً الأماكن مزدحمة صارت، كثرة العاطلين اللي يبحثون عن مكان للعمل، الظروف الجوية السيئة اللي تعاني منها، أكثر مثل الأمور الخدمية. من جانبها فإن بعض النقابات العمالية تؤكد أن أصحاب البسطات يعانون مشاكل جمة أبرزها انعدام الضمان الاجتماعي، مؤكدين سعيهم للعمل مع وزارة العمل على شمولهم بالضمان الاجتماعي وحمايتهم وإمكانية انتمائهم للنقابة. البسطيات والعامل الحساب الخاص يتعرضون أحيانا إلى بعض المضايقات بالرغم من وجودهم أحيانا أيضا غير متوافق مع وجود مثلا الأرصفة أو السيارات أو تواجدهم، لكن نحن كنقابات حقيقة ندافع عنهم وعن مصالحهم المشروعة، وبنفس الوقت إحنا من خلال اجتماعنا مع الشريك الاجتماعي وزارة العمل واتحاد الصناعات في كتابة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي قدرنا أن نحقق شيء مهم جدا ألا وهو شمولهم بالضمان الاجتماعي. وبحسب نقابات العمال فإن قانون الضمان الاجتماعي الذي تم التصويت عليه مؤخرا في البرلمان أتاح لأصحاب البسطات التسجيل ضمن دائرة الضمان الاجتماعي ودفع شهريا ما قيمته 5% من الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص والبالغة 350 ألف دينار، فيما تتحمل الدولة دفع حصة صاحب العمل من الضمان والبالغة 20% من ذلك الراتب. أفنى الكثير من أصحاب البسطات أعمارهم على أرصفة الشوارع عاملين في تحرك نقابي يمنع عنهم الملاحقة وينظم أمورهم، واليوم لاح الأمل أمامهم عبر قانون الضمان الجديد في ضمان مستقبلهم إن تم تنفيذه. أسعد زلزلي لبرنامج بالعراقي بغداد.